قوي قوي اول مفاجاه ليكي حاجه بتحبيها من زمان قوي 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 والسوشيال ميديا كلها مقلوبة على فرح حصل في طلخة في محافظة الدقهلية. الفرح ده بين يوم وليلة بقى حديث الناس وكل المواقع الإخبارية. ما هو اللي حصل فيه ما حصلش في أي فرح قبله، وتقريبا مش هيحصل في أي فرح بعده. تعالوا نعرف إيه اللي حصل في فرح طلخة وليه اتعمل عليه ظبط عالي قوي كده. من يومين انتشر مقطع فيديو صغير قوي ظهر فيه عريس وعروسة ومعهم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ومن هنا كانت بداية الحكاية، لأن اللي ظهر في الفيديو مش نجم واحد ولا اتنين، لا دول خمسة، وهما وائل جسار وتامر حسني ومحمد حمائي وحمد هلال ورضا البحراوي. ممكن أي حد للوهلة الأولى يقولك ما يمكن ده فرح ابن حد من المشاهير والنجوم دول جايين عشان يجابلوا، زي ما بيعملوا دايما في أي فرح أو خطوبة أو أي حد ليه علاقة بالوسط. بس الحقيقة إن العريس والعروسة ما يقربوش لأي فنان ولا مطرب ولا حتى مذيع من قريب أو من بعيد. السؤال اللي انت بتسأله لنفسك دلوقتي، صح، أيوة، العريس هو اللي جايب المطربين دول ودفع فلوسهم من جيبه، مش جايين مجاملة ولا حاجة ولا عاملين معاه واجب. تعالوا نعرف كده مين العريس وبيشتغل ايه عشان يجيب الناس دي كلها في فرحه. العريس دكتور صيدلي عايش في أمريكا من 18 سنة واسمه حسام الصياد، هو صاحب مجموعة صيدليات في بلقاس ومستثمر مصري أمريكي، وبدأ يجهز لفرحه ده علشان يطلع بالشكل اللي شفتوه، ولا كأنه ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة من حوالي سنة، سنة كاملة بيجهز ويرتب عشان يعمل الفرح الأسطوري اللي شفناه. هو ما جابش المطربين دول بس، لا ده كمان صمم إن ديكور القاعة كله يتغير من أول وجديد، ويتعمل له هو وعروسته ديكور مخصوص بيهم هما الاتنين، ما تعملش العرسان قبلهم أبداً. وفي تصريحات للعريس والعروسة والحضور من بعد الفرح أكدوا إن ليلة الفرح لوحدها بس اتكلفت مبلغ مالي ضخم جدا ما بين 10 و 12 مليون جنيه، وفضل الفرح مستمر لمدة 11 ساعة. والعروسة سلمى فايد طلعت ردت على الكلام اللي اتقال إنها كانت لابسة فستان بمليون جنيه، وطلعت كدبت كل الكلام ده ووضحت تكلفة الفستان وقالت إنها كانت مختاراه من فترة وكان ب 300 ألف جنيه بس، مش بالرقم اللي بيتقال على السوشيال ميديا. وبالرغم من ان في انتقادات كتير اتقالت على الفستان وانه ما كانش احسن حاجه ولا اختيار موفق منها وما يستاهلش الرقم ده كله، الا ان العروسه اكدت ان الفستان عجب الكل وشبهها بان اطلالتها كانت طله ملكيه، وقالت الحمد لله كل الناس شكرتني على ذوقي في اختيار الفستان. تفتكروا هو ده اللي اتصرف على الجوازه دي بس؟ لا طبعا، ده في ليلة حنة اتدبح فيها لوحدها 8 عجول و10 خرفان عشان العريس يبقى هو الوحيد اللي في المنصورة عمل كده. وحاليا العريس بيقضي شهر العسل مع مراته في المالديف، وطبعا انتوا عارفين تكاليف السفر لهناك والليلة ممكن توصل لكام. الفرح ده عمل ضجة كبيرة والكل بقى بيقارنه بأفراح المطربين والفنانين وحفلات الغناء الكبيرة اللي بيحضرها عدد كبير من النجوم. وفي ناس تانية انتقدت تصرف العريس وانه صرف المبلغ ده كله في ليلة واحدة، وكانوا شايفين انه اولى كان جوز بهم ناس مش مقتدرة. انتوا في رأيكوا بقى تصرف العريس كان صح ولا الحق يفرح هو وعروسته بالطريقة اللي تعجبهم، ولا كان اولى يتبرع بالفلوس دي؟